نقدروش نهضروا على لي زيتني الا ما هضرناش على بلا ما نهضروا على الهند، لان الهند واحد من البلدان اللي فيه بزاف ديال الايقاعات وبزاف ديال الالات الموسيقيه والانغام والمقامات. دونك كان ضروري ان واحد في لي ميوزيك اللي ديال كافطون وواحد من لي ديفيلي كانت فيه انسبيراسيون انديان. دونك حتى الموسيقى بيان سور غادي تمشي في لو ميم كونتكست. حاولت انني ندير دي ريتميك ودي سونوريتي، يعني ان ميلونج ديال اون فلوت مع ان سيتار اللي كيكاركتيريزيو بزاف الموسيقى الهنديه واللي كيعرفوهم الناس بزاف. انا ما مشيتش شي حاجه بريسيز في الهند اللي قلت يعني راني جو سيبلي هاد لو ستيل ولا هاد لو ستيل، لان الا هضرنا على الموسيقى ديال الهند راه اصلا راه صعيبه بزاف وكثير فيها بزاف لي زانفورماسيون، وخاصك تعرف كل موسيقى، لان عندهم موسيقى اللي هما كيديروا مثلا كيقول موسيقى ديال الشتاء، وهذيك الموسيقى مثلا ديال الشتاء عندها واحد الطقوس ديالها كتبدا بواحد الحاجه وكتدوز لحاجه اخرى وكتسالي بحاجه اخرى. دونك ما عندناش هاد يعني ماشي غنقول هاد الالمام كامل، مي خاصك تكون عايش وسط هذيك الموسيقى لواحد الدرجه. باغ كونتخ خدينا حوايج اللي هما يعني مألوفين في الودن، الناس اللي كيسمعوهم كيعرفوا بان هذه الموسيقى الهنديه، وضفنا فيهم واحد لي انسترومون ان بو مودرن اللي حاولنا اننا نعطيهم الكوره.